والنجاح اللي وصلنا له هو غيكون بتضافر الجهود بيننا وبينكم. لهذا احنا في حاجة دائمة لمؤازرتكم، وفي حاجة دائمة لتشجيعاتكم. مرة أخرى كنرحبوا بكم في أي وقت وفي أي لحظة، ومرحبا. شكرا. شكرا سي القدر. نأكدوا للإخوان، نخبروا بالنسبة للإخوان والأخوات الحاضرين، هو أن المنتدى خصص واحد القيمة مالية لمساعدة بعض الأفراد ديال الحي، وتم توزيع هذه المساهمة اللي استفاد منها 10 أشخاص، كنظن 10 أشخاص، 12 شخص استفاد من واحد الدعم ديال القيمة مالية. احنا ما بغيناش نقدموهم حفظا للكرامة ديالهم، لان هذا من حقهم علينا، لاننا ابناء الحي خصنا دائما يكون بيناتنا التآزر والتضامن والتعاون، وبالتالي حفظا لكرامتهم ما بغيناش نستدعيوهم ونقدموا لهم، لان احنا عائلة واحدة بيننا، يعني بين ابناء ديال الحي ان شاء الله.